28 عاماً، وهذا الثور المجنح مدفون تحت التراب بعد أن اكتشفته بعثة عراقية في منطقة خورسباد التي كانت مقراً للحكم الآشوري آنذاك في القرن السابع قبل الميلاد. التمثال الذي يبلغ طوله 3 أمتار ويزن أكثر من 20 طناً كان موجوداً عند الباب الرئيس للقصر الملكي. تعرض رأسه إلى السرقة من قبل عصابة أعدمت جميعها حينذاك، وأودع رأسه في المتحف الوطني العراقي. أعيد استظهاره اليوم من قبل فريق فرنسي متخصص يعمل في الموقع. هذا الثور المجنح تم اكتشافه سابقا، عملنا على استظهاره مجددا لدراسة وضعه. نعمل اليوم في هذا الموقع كفريق فرنسي على اكتشاف قطع أثرية مهمة، ونأمل ذلك بالتأكيد. بطبيعة الحال عند كل بوابة يوجد ثورين مجنحين تفصلهما عن بعض 4 أمتار، لكن في هذا الموقع لا يوجد سوى ثور واحد والآخر مفقود. إلى بوابة أدد وسط الموصل، حيث تحتفل البعثة الإيطالية أمام سور نينوى بالانتهاء من أعمال التنقيب فيها. في غرفة الاستراحة هذه تنخرط إيلانا القادمة من إيطاليا رفقة زملاء لها في التخطيط للمرحلة المقبلة من العمل. الإصرار على اكتشاف لقا أثرية مهمة في تل قوينجاق يبدو جليا عليهم. أتيت من إيطاليا لاهتمامي الكبير بحضارة ما بين النهرين. أنا متفائلة جدا لأنني بدأت بتحقيق حلمي والوصول إلى نينوى للعمل مع البعثة الإيطالية برفقة آخرين. جميعنا نعمل هنا منذ فترة. أتمنى أن أعثر على قطعة أثرية مهمة. التنقيبات الأثرية من قبل البعثات الأجنبية تستمر في عدة مواقع بالموصل على شكل مواسم دورية. ستشكل هذه الاكتشافات مصدراً مهماً لإثراء متحف الموصل الذي فقد جميع محتوياته نتيجة الإرهاب والحروب. بعدما تمتع العراق بالأمن والأمان، هناك العديد من البعثات الأجنبية التي تبغي القدوم للعراق وللعمل بأعمال التنقيب في مثل ما كانت في السابق. نستقبل أكثر من 3 بعثات أجنبية في الموسم الواحد لغرض التنقيب ضمن مدينة نينوى الأثرية، كذلك ضمن موقع نمرود الأثري. لدينا بعثة جامعة بنسلفانيا، وكذلك مؤخرا التحقت بنا بعثة فرنسية للتنقيب في خورسباد. ويعد استظهار هذه الآثار نقلة نوعية مهمة في تاريخ مدينة الموصل التي دفعت ثمنا باهظا نتيجة اجتياح الإرهاب، فيما ينتظر أهالي المدينة من البعثات الأجنبية العاملة هنا المزيد من الاكتشافات لتعويض الخسارة الفادحة. من الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.